فضيلة الشيخ، هل على المتعلم قيادة السيارة ضمان لصاحبها إن صدم بها أو ألحق بها ضررا؟ هذا يختلف باختلاف التعاقد بينهما. قد يعني يجوز أن يبرئ المعلم صاحب السيارة عسى بس ما يزعلوا علينا، إذا كان حد فيهم الآن يجوز له أن يبرئه من الضمان، لأنه معروف أنه متعلم لا يحسن قيادة السيارة بعد، وبالتالي لا وجه لتحميله الضمان، يعني يسوغ، عفوا لا نقول يعني لا وجه، نقول أن يسوغ أن يبرأ من الضمان وأن يتحمل صاحب السيارة ضمان ما يتلفه المتعلم. لكن هذا لا يعني عاد المتعلم ينتهز الفرصة ويكسر السيارة، لا، ما يقول أنا تراني ما أصلح السيارة، لا. كما أن ذلك يمكن أيضا أن يتحمله المتعلم، لأنه هو المتسبب، إن تسبب في شيء في إتلاف أو في ضمان مال، ولذلك قلنا لا بد أن يضبط هذا في العقد بين الطرفين، والله تعالى أعلم. نعم يمكن إذا وجد عرف، طبعا العرف سائغ الآن أن التأمين هو الذي يتولى للأسف الشديد، لكن عسى كما قلنا في بداية الحديث أن يكون هناك تأمين تكافلي يرفع هذا الحرج عن الناس بإذن الله تعالى.